صباح الخير، عاملين ايه؟ اخيرا رجعنا للفلوجات تاني ورجعنا نعمل مع بعض فلوج. بجهز فطار كالعادة. دلوقتي بقى انا هشرب شاي بلبن، بس هعمله بالشاي ده اللي هو الشاي الانجليزي اللي انا جبته معاكم، اسمه تي انجليزي بريكفاست. على فكرة طلع زي الشاي العادي، مفهوش اي افتكاسة، يعني زي الشاي بتاع الطعموس. تمام، انا هوريكم دلوقتي الشاي الانجليزي بيعملوه لبن عادي جدا. تمام كده، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده غليته، قلبه واحطه عادي. مش حابه ان انا احط ميه على الشاي، حابه اعمله شاي بلبن كده صافي. مرمولي. تمام كده، بصوا هيبقى شاي عادي، هعمل بالفتلة كده واحد اتنين تلاتة، مش هيبقى فيه اي مية، هيبقى تقيل كده، بقى طعمه حلو قوي. انا عادة بحبه كده، ما بحبش اعمل شاي وبعدين اعمل لبن، يعني فاهمين الفكرة. يلا نروح نفطرهم ونبدأ معركتنا اليومية. طبعا اول حاجة بعملها زي ما انتوا عارفين، انا بحط الفطار جنبنا وبلبس اولادي عشان ناخدهم واروح اودي مروان الا زيلو. فيلا بينا نفطر ونروح نشوف يومنا هيبقى عبارة عن ايه. عايزة اقول لكم بقى على حاجة كمان، بصوا الجو عامل ازاي، في شمس وحلو جدا. تمام، انا ليه فتحت اكلمكم دلوقتي، لان في الاخبار امبارح قالوا ويست استيمانا في ناكويست استيمانا تشيلا نيفيا، يعني في نهاية الأسبوع ده وانا هيبقى فيه تلج. طبعا كمية التعليقات اللي كانت على الأخبار، في ناس حبت وفي ناس لأ. تمام، مع ان التلج لما بينزل ما بيعملش إعاقة للشغل ولا الكلام ده، عادي الناس كلها بتروح شغلها وبحاجة عادية. بس انا عايزة اقول لكم حاجة برضو، يعني سبحان الله، انا برضو بما اني درس جغرافيا وكده، طبعا ربنا سبحانه وتعالى احنا بنعمل توقعات، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيبقى له حكمة تانية في تغيير كده يعني. تمام، بس عايزة اقول لكم حاجة، هم امبارح انا كنت شايفة امبارح العربيات قبل ما بينزل التلج بيرشوا زي ملح كده، مش عارفة انتوا هتشوفوه على الارض ولا لأ، لان احتمال يوم السبت ينزل تلج. فانا جات لي فكره كده ان انا اعمل لكم الفيديو ده دلوقتي عشان تشوفوا الشوارع، بصوا فاضيه ازاي، ما فيهاش اي تلج على الارض. تمام، ولو نزل تلج ان شاء الله يوم السبت هصور لكم كمان، والفلوج ده مش هينزل غير بعد ما ينزل التلج عشان نشوف يعني عظمه الخالق في ليله واحده. هنا طبعا قبل ما اروح البيت انا كان عندي ميعاد للتطعيم اللي هو فاتشينسيوني بتاع ابني بتاع جاسر، فقلت اوريكم كده جوله تمام عشان تعرفوا ده شكل المكان. مكان عادي جدا، بيبقى فيه كراسي عشان تقعدي فيه لحد ما يجي بينده اسمك طبعا، وبعد كده بتطلعي بعد ما بتدي التطعيم لابنك بتطلعي تستني بره شويه عشان التطعيم يكون اشتغل، وعشان برده ما يبقاش فيه اي خطر على ابنك. تمام، بتقعدي على الكراسي اللي بره دي. وفي كمان مكان لو انت عايزه تغيري البانولينو، عايزه تغيري ابنك، عايزه ترضعيه، بيبقى متوفر. فانا حبيت ان انا اوريكم شكل المكان، وحبيت كمان اعمل الفلوج يبقى شامل كل حاجه في يومي. بصوا كمان هوريكم هنا موجود مكنه الكافيه، او في يعني بيبقى فيها كذا حاجه سناكس او كده، لو انت بقى حابه تحطي فيها مونيتا وتاخدي الكافيه او اي حاجه. تمام، وكمان صورت لكم ارشادات للحامل والتطعيمات اللي هي المهمه للحامل، حاجات كده صور اللي هي تعليمات بتبقى موجوده على الحيطه، حبيت برضو اشارككم بحاجه زي دي. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم ان انا رحت اودي مروان ورحت لامي دي، اشتريت الحاجات دي بس لقيت عليهم افرتة طبعا المجات الجديدة،
كلكم عارفين طبعا ان انا لازم في اول السنة اشتري موج جديد، فالمرة دي جبت 3 مش واحد، جبت 3 زي ما انتم شايفين كده. بصوا الموجات دي يا بنات نازلة في الام دي، الواحد بيورو. بصوا انا جايبة 3 واحد، يعني 3 الوان مختلفين، شكلهم حلو جدا جدا. بصوا عجبوني جدا، والخامة بتاعتهم حلوة برضو. بصوا بصوا، فأول حاجة كده هنعملها بعد ما وديت مروان بقى دلوقتي خلاص واتغديت وكل حاجة تمام، يلا بينا كده ندخل نشوف المجات دي، نعمل فيها كافيه لأول مرة. ايه رأيكم اختار انهي واحد ليا؟ عامة هما التلاتة هيبقوا موجودين في البيت، بس يعني انا هحب اختار لون كده يبقى مفضل ليا السنة دي. السنة اللي فاتت كان بتاع اليونيكورن كان لونه روزا، ده لونه حلو قوي، بلو ده. كمان الجراي ده حلو، الجرين ده حلو قوي تمام، مش جراي يعني، مش بصوا انا خليهم التلاتة تبعي، هشرب في اي واحد فيهم تمام. فيلا بينا كده نعمل كافيه ونقعد مع بعض. عملت الكوفي زي ما انتوا شايفين كده، بس طبعا انا مش بشربه اسبريسو دلوقتي، لازم احط عليه لبن تمام. احط عليه لبن دلوقتي حالا. تعالى اقول لكم على حاجه، النهارده صاحيه من النوم عندي صداع فظيع جدا جدا، وده بسبب ان الفيتامينات خلصت وانا كمان ما اهتمتش، ف حاسه ان النهارده مش قادره اعمل اي حاجه اطلاقا، والصداع بجد قتلني بمعنى اصح، رغم ان انا اخدت تكابرينه وكده. بس الفيديو ده هكلمكم فيه عن شويه حاجات. اولا اوعي تهملي نفسك ولا صحتك، حتى لو هتيجي على يعني ما تعمليش اي حاجة على حساب صحتك تمام، ما تهمليهاش ابدا ابدا ابدا، لان انا انتي العمود، انتي الاساس، انتي الام، انتي عمود البيت. لو انتي تعبانة فده هينعكس على بيتك، وده اللي انا حاسة بيه دلوقتي. حابة اقول لكم برضو كمان ما تهمليش ابدا فيتاميناتك، لانك هتلاقي ان الشعر بيقع حتى لو ما كنتيش بترضعي، حتى لو كنتي ام وخلاص بطلتي في فترة الرضاعة. اهتمي جدا بالفيتامينات، لان هي اللي بتديكي القوة انك تستمري، هي اللي بتخليكي تقدري على السهر، هي اللي بتخليكي يعني تعيشي اليوم كويس وكده. تاني حاجة كمان يعني عايزة اقول لكم على ان مش كل يوم لازم هتقومي وتعملي كل الحاجات اللي عندك، وده اساس الفيديو النهاردة. مش كل يوم لازم، يعني في واجبات وفي استثناءات، بس ساعات كده بيبقى في يوم اسمه دروب. النهاردة انا وقعت، مش وقعت ان انا وقعت ان انا خلاص يعني مش هعمل حاجة، لا، بيبقى جاي عليكي وقت ان انت خلاص مش قادرة، انت خلاص زهقتي، انت خلاص كده. ايه اللي انت بتقولوا لنا ده؟ انت دايما بتقول لنا اجمدي وقوي. انا عايزة اقولك ان مش دايما هتلاقي نفسك كده، طبعا العادي انك تلاقي نفسك تعبانة، العادي انك تلاقي نفسك مش قادرة تعملي، ملكيش نفس انك تعملي اكل، ملكيش نفس انك تقفي في المطبخ النهاردة. فاللي انا عايزة اوصلهولك، ادي لنفسك مساحة من الراحة من كل الضغوطات اللي عليكي ايا كانت هي ايه، عشان تقدري تكملي بعدين. يعني انا مثلا النهارده كده عندي دروب، اللي هو وقعت كده، مش وقعت ان انا تعبت ولا حاجه، لا، اللي هو النهارده كده مش عايزه اعمل حاجه، فاهمين الفكره؟ فهعمل اكلات سهله بسيطه اللي هي تمشي بيها يومي، ما تخليش اليوم ان هو لا اليوم عدى وانا ما عملتش حاجه، لا بالعكس، انتي تاخدي فيه ريلاكس كده، تفصلي عن بقيه الايام، تفصلي عن ضغوطاتك، خصوصا لو انتي زي حالاتي مغتربه وانتي بتشيلي معظم المسؤوليه. معروف دايما الامهات المغتربة بتقوم بواجبات كتير جدا جدا عليها، ويعني فده بيخليها عندها ستريس او ضغط نفسي وكده. فانا بقول لك حاولي تخرجي نفسك، فانا النهارده خرجت نفسي بكوبايه الكابوتشو دي زي ما انتم شايفين، وهقعد قدام الكمبيوتر. طبعا مش مونتاج، لا، انا هسمع فيديو من بتوعي بقى، فشوفوا بقى اي فيديو كمان انتوا كمان بيعجبكم في القناة، واعملي لنفسك كده كوباية كابتشينو، اي حاجة تريحك وتخرجك من الضغط النفسي اللي انت فيه.
او تقعدي تكتبي اي حاجة، او تقعدي تفكري، او تقعدي كده ان انت تشربي حاجة انت بتحبيها، تقعدي ساكتة خالص كده هادية تهدي اعصابك فترة، هتلاقي نفسك ارتحتي وهتاخدي الطاقة ان انت تكملي بعدين. هو ده اللي انا كنت عايزة اقوله لكم. فانا دلوقتي هقعد كده وهشوف بقى هعمل معاكم عشاء ايه كده، اكيد هضحك عليهم بعشاء سهل سريع بس ان شاء الله هيبقى فيه مفيد. كملوا معايا بقى الفيديو الاخر. طبعا في اليوم اللي مبقاش عايزة اطبخ فيه بعمل اي اسهل اكلة تيجي في بالي. انا هنا طلعت سمك سلموني شويته على الجريل وتبلته بملح وفلفل وكمان توابل سمك، ما بياخدش وقت خالص خالص وبيطلع طعمه حلو قوي. وكمان عملت جنبه باستا بيستو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ان شاء الله هبقى اعمل لكم الطريقة بتاعته، بتاعت السمك وكمان بتاعت الباستا. وده كان يومنا النهاردة، يوم حلو جدا، أتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.